مشاهدينا، وللحديث عن استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان وردود فعل الإطار التنسيقي وتداعياتها، ينضم إلينا من تكساس الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الساعدي، وكذلك من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية السيدة ثائرة أكرم العقيدي. مرحبا بكما. نبدأ مع سيد أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم سيدي الكريم، وتحية طيبة لجمهوركم وقناتكم الكريمة. حياكم الله. حتى اللحظة طرفا الصراع، تيار الصدري والإطار التنسيقي، لم يستطعا إيجاد خطوات لبدء حوار حقيقي، رغم الدعوة المتكررة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبدء في هذا الحوار. لماذا برأيك لم ينجح هذا الحوار حتى اللحظة؟ نعم سيدي الكريم، هناك صراع كبير في الساحة السياسية العراقية، وهذه الأزمة هي ليست الأولى من نوعها في الحقيقة، وقد مضى على هذا الحكم أو النظام السياسي أكثر من 19 عاما. نعم. ولم يخلو من الأزمات السياسية. أما بخصوص الأحداث الجارية، هي بالحقيقة لم يتوصلوا إلى أي اتفاق حقيقي، وذلك بسبب الصراع السياسي وبسبب الأفعال التي يقوم بها الإطار التنسيقي، وهو يبتهم بالحقيقة سياسة العداوة بين الأطراف. لذلك اتخذ التيار الصدري موقف جريء، وهو بالحقيقة يكاد أن يكون انقلاب أبيض عليهم. وهذه المسألة هي التي جعلت من الموقف أن يتأزم، ولم يتوصلوا اتفاق حقيقي بسبب الصراع القائم على السلطة والتفرد بالقرار السياسي الحكومي والتفرد بالقرار الشيعي من قبل التيار الصدري. لذلك أشعر الإطار بأنه يريد أن يهيمن على الحكومات القادمة. نعم. طيب، نتحول إلى السيدة ثائرة، مرحبا بك معنا. سيدة ثائرة، هل أنت معنا؟ تسمعينا؟ صوت شوية ناقص. نعم، يعني التعنت اليوم في رفض الحوار غير المشروط يأتي بالدرجة الأولى من قبل التيار الصدري، إلى ماذا يستند التيار الصدري في هذا الموقف القوي الرافض للحوار برأيك؟ بس عيد السؤال، لأن الصوت كلش ناقص، كلش ما عاد أسمع. طيب الآن تسمعيني بصورة واضحة؟ بس الصوت كلش يعني ناقص. طيب، التيار الصدري يرفض الحوار حالياً، يعني على أي شيء يستند نعم. التيار الصدري في رفضه للحوار؟ نعم. التيار الصدري يعتبر من أهل الداخل، وهو يعمل كمعارض، يعني لم يعمل كمعارض من خارج العراق طبعا، بينما جماعة الإطار التنسيقي أغلبهم كانوا خارج العراق وعملوا مع ما يسمى بالمعارض بالنظام السابق، وأغلبهم كان في إيران. نعم. مثل المجلس الأعلى وجناح العسكري بدر، وقسم منهم كان في سوريا مثل حزب الدعوة، منهم كان يقيم في الدول الأوروبية وأمريكا. نعم. الصدر هو بأول تغريدة مع بداية شهر محرم دعا إلى ثورة إصلاح، هدأ أنصاره لاقتحام المنطقة الخضراء وإعلان الاعتصام بمقر البرلمان، كان فرصة لا تعوض أبدا لتبديل الظلام والظلمة والفساد والتفرد بالسلطة. نعم. والولاء تفرد اللي الفساد اللي تفرد السلطه والولاء للخارج والمحاصصه والطائفيه اللي جسمت على صدر العراقيين منذ الاحتلال والى يومنا هذا، وبعد يومين من اقتحام المنطقه الخضراء انضم اليهم شيوخ وعشائر العراق مؤكدين دعمهم للصدر ووقوفهم ضد الظلم والفساد. نعم. اذا يعني وقوف الصدر ضد الحوار ورفض الحوار هو ياتي من خلال الدعم الشعبي كما تقولين؟ اي نعم اكيد. طبعا هو من عدم مصري، كان هناك ايضا فئات مختلفه دعمت ثوره الصدر، من ضمنها العشائر العراقيه اللي لبت نداء يوم امس والقبلها. نعم. طيب، نتوجه الى السيد احمد ونسال، كيف ستنعكس تداعيات هذه الأزمة الخطيرة على العملية السياسية برمتها؟ يعني إذا طالت واستمرت واستغرقت هذه الأزمة ربما شهور أو أكثر. هذه الأزمة هي لا تختلف عن الأزمات السابقة بالحقيقة. نعم. والركوب على
عوامل الدستور ونقاطه واضحة جدا، فهم لا يعملون وفق الأعراف الدستورية. الدستور كفل أن هناك فترة محددة لتشكيل الحكومة، والآن قد مضت أشهر على تشكيل الحكومة ولم يتم ذلك، وهذه ليست الأولى من نوعها. لذلك سوف لن تكون هناك انعكاسات، بل ستكون هناك مواجهة عبر الحوار بين الأطراف السياسية التي يترأسها السيد الصدر والإطار التنسيقي، وكذلك في الاشتراك مع الكتل السنية والكردية. وأنا برأيي سوف لن يتوصلوا إلى اتفاق في نهاية المطاف، وسيستمر الكاظمي في إدارة الحكومة عدا شيء واحد فقط، هو تغيير ربما في الحقيبة الوزارية، لأن كما تعرفون أن الحقيبة الوزارية تتكون عبر المحافظة المقيتة الطائفية، لذلك سوف يقدمون وزراء من كل جهة، ويتم العمل برئاسة السيد الكاظمي، لكن بالنهاية سيعطون الإطار التنسيقي، أنا أتوقع سيعطون تنازلات كثيرة للسيد صدر والمضي قدما بهذا الاتجاه. طيب سيدة ثائرة، برأيك يعني بعد أيام من اندلاع هذه الأزمة الأخيرة وخروج التيار الصدري وأنصار التيار الصدري واقتحام البرلمان، بالمقابل يعني الإطار التنسيقي أيضا دعا أنصاره إلى مظاهرات وحراك، ما وجه الفرق والتشابه بين الحراكين وأنصار التيار والإطار؟ نعم طبعا الصدر يمارس نفوذ كبير في الدولة، عنده نفوذ كبير في الدولة. يشغل أنصار مناصب عديدة، وأكدت أوراق اعتماده كوطني عراقي في السنوات القليلة الماضية لمعارضته لنفوذه للولايات المتحدة وإيران. مقتضى صدر لديه قبول لدى الأكراد والسنة و طوائف أخرى وقوميات أخرى، ويعد الابتسام لحتى في المجتمع العراقي سواء على المستوى المكونات العرقي بين العرب والأكراد أو على المستوى الطائفي بين الشيعة والعرب والسنة، يذهب أبعد من هذا إلى انقسام الخلافات داخل المكون الشيعي نفسه. أما نوري مالك يعتبر ابن إيران المدلل، والذي اعترف هو بذلك في التسريبات الأخيرة اللي سربت قبل مدة قليلة، حين قال أن إيران دعمته لتجعل منه نسخة ثانية من زعيم حزب الله لبناني حسن نصر الله، وضربتهم في كربلاء والبصره ومدينه الصدر، وقال ايضا اردت جعل الحج الشعبي مشابها للحرس الثوري الايراني. نعم. طيب سيدة هذا نقطه اختلاف تعتبر، يعني كل توجهها عكس الاخر بالنسبه لنظريه الشعب. الشعب العراقي عند مقتدى الصدر مقبول اكثر، حتى لو هناك اكو بعض السلبيات للي. وحتى الاعداد التي تم حشدها، يعني انصار التيار الصدري كانت اعدادها اكبر بكثير من الاطار التنسيقي، وحتى كانت ساعات اقل. نعم ناقص كلش. طيب سيد احمد، هل تعتقد ان حراك تشرين وممثل بناشطي تشرين ربما يعني يشاركوا بهذا الصراع الحزبي بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، هل يمكن أن يشاركوا أم سيحافظون على الصورة الناصعة للثورة في الوعي الجمعي العراقي؟ بالحقيقة هذه المسألة تتفرع إلى عدة فروق. هناك حالة تيح بعض الشيء عند المحتجين التابعين لثورة تشرين. أما بخصوص الناشطين، هم بالحقيقة أدلوا بصوتهم وبصوت مرتفع بأنهم رافضين رفضا قاطعا الانضمام إلى ما تسمى بثورة عاشوراء بقيادة الصدر أو الإطار التنسيقي. ثورة تشرين كما تعرفون ثورة مستقلة وطنية، ولم لم 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 يتجاوز أحدهم الجسر إلا وقتل حينها، فقد أعطوا 800 شهيد بينما أتباع الصدر دخلوا بالمباشر. لماذا؟ هذا يفسر بأنها ثورة سياسية أو انقلاب سياسي بعض الشيء احتجاجي يلعبه الصدر كورقة رابحة على التيار على الإطار التنسيقي، رغم الإطار التنسيقي أنه لا يملك جمهور وأنه غير فعال في الشارع العراقي، وقد رأينا كيف
خرج المحتجين التابعين للإطار التنسيقي بصورة مشينة، أعداد قليلة جدا. ولكن ثورة تشرين تنقصها القيادة بالحقيقة، لقد تشظت بعض الأطراف وبعض الفئات الفردية نوعا ما تشظت وانضمت إلى الصدر، لكن بالتالي الناشطين والمحركين الأساسيين رفضوا رفضا تاما الانضمام إلى أي ثورة، وسيكون لثورة تشرين موقف آخر وبصورة مصيرية بالفترة المقبلة. طيب سيدة ثائرة، يعني لو نظرنا إلى الموضوع من زاوية المجتمع الدولي، ما زالت ردود الفعل الدولية تتوالى وتعبر عن قلقها من تزايد التوترات بين طرفي العملية السياسية، كما في بيان السفارة الأمريكية في بغداد وتصريحات كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كيف ينظر اليوم المجتمع الدولي للأزمة التي يعيشها العراق؟ تعدد السيناريوهات في قراءة المشهد العراقي، نعم، وما سيحدث في الأيام القادمة اللي يتوقعها العراقيين من داخل والخارج في الشأن السياسي العراقي، ولكن في الخلاف بين الأطراف المتخاصمة طبعا وصل مرحلة كبيرة في المشهد، يعيد العراق إلى بداية تكوين العملية السياسية، نعم، في البلاد وما شابهها من مؤشرات جديدة كاعتماد المحافظة السياسية بين المكونات. طبعا إضافة إلى الثغرات القانونية التي أخذها الدستور العراقي المقر عام 2005، معظم ما وقع في السنوات التي عقبت غزو العراق، نعم، المواجهة في تدميرات وفي 3 ملايين العراقي الذي كانوا ضحية الطائفية والمشيات والحروب والتدميرات بسبب فساد الحكومات، كان هدف الجلوس إلى طاولة التنازعات في بغداد وواشنطن وطهران. طبعا واشنطن وطهران تريدان العراق يعني ان يبقى على ما هو عليه. نعم. ايران بدات تبني ثمار سياستها وواشنطن تدفع اليوم ثمن فشلها. امريكا ومنظريها الذين روجوا فكره الفوضى الخلاقه سيتوجهون لا محال الى ترك العراق لقمه سائغه بين كفي الجاره الايران. صرف ضمان بعض الامتيازات خصوصا فيما يتعلق باستثمار النفط، وفي هذا ينحنون منحنى الطفل الأرعن الذي يفشل في فتح خزانة الحلوى فيلجأ إلى تحطيمها واستخراج الحلوى منها دون النظر إلى عواقب الأمور، ليزرع لاحقا أنه كان ينتمي إصلاح الطفل ولكنه كسر يعتبر فوضى. طيب طيب إخوانا العرب، نعم، أكون هناك أيضا العرب، الدول العربية المجتمعات العربية، نعم، في الغالب العام لا يزالون يتصرفون مع العراق والعراقيين بدافع الانتقام والتشفي من تصرفات النظام السابق وخاصة دول الخليج، يعني نحن كبير يعني. طيب تمام، سيمر طبعا وقت قبل أن يتم شفاءهم من هذا العضال. طيب نعود إلى سيد أحمد وبالحديث عن إيران، ولحد الآن كأن إيران تقف بمسافة واحدة أو متساوية ما بين الطرفين، وهو ما جاء في بيان وزارة خارجية إيران. هل تعتقد أن إيران فعلا تقف على الحياد من الطرفين من التيار والإطار؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، وتصريحات الإيرانيين واضحة تجاه هذا الخصوص، وأي صراع داخلي هو بالحقيقة لا يصب في مصلحتهم. نعم. وهم منتعظين جدا من تصرفات التيار الصدري، هم متخوفون لأن الصدر يختلف كثيرا عن الإطار التنسيقي. نعم. لا يوجد هناك خلاف بين السيد الصدر وإيران، لكن سياسة الصدر تختلف كما تعرفون، أن الصدر لديه قرار عراقي يتفرد به، ولكن هذا لا يعني أن التيار الصدري يخلو من الفساد و الرشاوى في الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية التي يمتلكونها. نعم. هو شريك سياسي حقيقي معه ومشارك منذ ما بعد 2005، كما صرحت قناة CNN يسترداي البارحة بأن التيار الصدري هو صانع الملوك، لكن لا يخلو من الفساد. ولكن إيران متخوفة لأنه لا يطبق تعاليمها التي تصدر إيران مثل ما يطبقها الإطار التنسيقي، لذلك تريد أن يمسك الإطار التنسيقي أكثر فترة ممكنة ويدير الدولة العراقية، لذلك يسهل عملية الاقتصاد والنهب الآخر من النفط وغيره، وهي بالتالي تعتبر العراق حديقة
لا، لذلك لا اعتقد انها هنا تقف بحياد محاص قدر، وقد راينا امتعاض كبير من القاده الايرانيين نحو قرارات صدر الاخيره. نعم سيدة ثائرة، في آخر سؤال، يعني البعض ينظر إلى التيار الصدري وإلى مقتدى الصدر أنه يستغل بعض المواقف للمكتسبات السياسية، هل ممكن أن تتحول المظاهرات والرفض الحالي للتيار الصدري إلى مكاسب ربما يحصل عليها إذا ما حصل على موافقة للشروط؟ طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بالسيدة ثائرة، على أي حال نشكر ضيفينا بمشاركتهم على ملفنا الأول. السيد أحمد الساعدي الكاتب والباحث السياسي العراقي كان معنا من تكساس، وبن بغداد الكاتبة والباحثة العراقية السيدة ثائرة أكرم العقيدي، شكرا لكما على وجودكم معنا.